إذن هلا بدنا ناخذ مثال نحول للشكل الكنترولبل كنورمال فورم. تتذكروا كنترولبل راح يكون في عندنا شيء اسمه كنترولابيلتي بعدين، واوبزرفبل في عندنا شيء اسمه اوبزرفبيلتي، هدول مرتبطين الفورم. في عندي هاي ترانسفير فانكشن واي اوف اس على يو اوف اس اللي هي ترانسفير فانكشن بتساوي 2 اس كيوب زائد اس سكوير زائد اس زائد 2، وعندي هون اس كيوب زائد 4 اس سكوير زائد 5 اس زائد 2. بدنا نحولها للكنترولبل كانونيكال فورم، نحولها لستيت سبيس. اول شيء ايش بتلاحظوا؟ في شغلتين بنلاحظهم، البسط الاوردر تبع البسط هو نفس الاوردر تبع المقام. اذا ايش راح يطلع معي؟ بي دي راح يطلع معي دايركت ترانسميشن ماتريكس. هاي اول شيء. شو الشيء الثاني كمان بنلاحظه هون؟ كوني حطيت ترانسفير فانكشن كاني امبليسيتلي عمالي بقول انه سنجل انبوت سنجل اوتبوت. هذا واضح انه السيستم هذا سنجل انبوت سنجل اوتبوت، وعندي دي لا تساوي زيرو بالحاله هاي. وان فاكت دي شو بتساوي؟ اثنين. اوكي ماشي، الكل واضح ليش اثنين هاي مش ثلاثة؟ هاي اس. اوكي الاوردر تبع الدي راح تكون ثلاثة. وايش الدايمنشنز تبع الدي؟ واحد بواحد. انا عندي 1 انبوت 1 اوتبوت، فراح يطلع عندي هذا ان باي ان 3 ب 3. ايه راح تكون 3 باي 3 ان باي ان ان باي اي جي باي ان جي باي اي. اوكي فبي راح تكون ان باي ان ان باي اي 3 في 1، سي راح تكون 1 ب 3، ودي راح تكون 1 في 1. اوكي ماشي، هذول الاوردرز تبعتهم. تذكروا دائما قديش ليش قلت انها ثلاثة؟ من ثيرد اوردر سيستم. فعندي 3 ستيت فيريبلز، واذا بدي احط حيطلع معي 3 انتجريترز، واحد على اس واحد على اس وواحد على اس. اوكي ماشي مزبوط. إذا هلا أول شيء حتى أطلع دي راح أقسم البسط على المقام حتى أشوف إيش بضل عندي، فراح أسميها واي هات مش هيك؟ فراح ناخذ الآن هلا واي أوف إس على يو أوف إس راح تكون عندي 2 إس تكعيب زائد إس تربيع زائد إس زائد 2 مقسومة على إس كيوب زائد 4 إس سكوير زائد 5 إس زائد 2. نقسم هاي على هاي تعطيني 2، وأضرب تعطيني 2 إس كيوب. 2 في 4 8 اس سكوير، 2 في 5 10 اس، و 2 في 2 4. مضبوط كلهم بلس ايش بيصيروا؟ ماينس ماينس ماينس. هذول الاثنين بيشتغلوا مع بعض، بصير عندي 1 ناقص 8 بصير ناقص 7 اس سكوير، 1 ناقص 10 ناقص 9 اس، و 2 ناقص 4 ناقص 2. اذا هاي شو بتساوي؟ هاي بتساوي 2 زائد عندي اس كيوب زائد 4 اس سكوير زائد 5 اس زائد 2، وهون عندي راح يضل ناقص 7 اس سكوير ناقص 9 اس ناقص 2. اذا دي عندي مباشره هي 2، فبقدر الان احط على فكره مباشره هون 2. دي هي العلاقه بين مين ومين؟ بين الانبوت والاوتبوت مباشره. هاي كانها 2 من هون هاي راح تكون y of t، وهذه y hat of t. اوكي ماشي، هذا الجزء خلصنا منه. هذا راح يدخل عندي هون من فمباشرة في عندي direct transmission بغض النظر عن states بين العلاقة ما بين u of t و y of t اللي هي 2 في u of t تعطيني y of t. اوكي هلا بنشتغل في y hat of t، فصار عندي y hat of t الان. خليني اشيل هاي y hat of s على u of s بتساوي ناقص 7 s سكوير ناقص 9 s ناقص 2 على s كيوب زائد 4 s سكوير زائد 5 s زائد 2. شوفوا شو راح نعمل الان. راح اخذ هذا الكوانتيتي واحطها هون، وراح اخذ u of s واحطها هون. مش هيك؟ شو بتصير عندي؟ بتصير عندي y hat of s
على ناقص 7 اس سكوير ناقص 9 اس ناقص 2 بتساوي يو اوف اس على اس كيو زائد 4 اس سكوير زائد 5 اس زائد 2. وهذا راح اسوي بشيء احنا كنا نسميه ممكن نسميه كيو اوف اس بس راح نسميه احنا واحده من الاكسس. هلا انا بالمثال اللي حاله هون حاطه بيساوي بيساوي اكس 3 حاطينه بيساوي اكس 3 خليني اتاكد بس ايش راح احطه هون بيساوي كيو اس كيو اس انا حاطه بيساوي اكس 3. هلا انا بفضل بشكل عام بفضل اسمي هاي اكس 1 بس احنا مش مشكله راح نسميه اكس 3. فهذا بصير عندي هون هو اكس 3 او اس. اوكي هلا بدنا ناخذ هدول المعادلات نشوف ايش راح يصير معنا. راح يصير عندي اذا صار عندي هلا اكس 3 اوف اس هون او اكس 3 اوف تي راح يصير عندي هون اكس 3 اوف تي فهي راح تصير اكس 3 دوت اللي هي اكس 2 اوف تي وهي راح تصير اكس 2 دوت اللي هي اكس 1 اوف تي وهي راح تصير اكس 1 اوف تي دوت. اوكي ماشي هذول احنا حطيناهم عندي 3 ستيتس هاي ستيت فاريبل ستيت فاريبلز مكونه من اكس 1 واكس 2 واكس 3 وصار عندي هلا هذول المعادلات. هلا راح نركز احنا على اي معادله فيهم راح نركز اول شيء على المعادله هاي حتى اطلع ايه مزبوط. بس يجينا طلعنا الان على المعادله هذه من هون راح يصير عندي هلا هلا من هون مباشره بقدر ابدا اشتغل بهذول عندي اكس اكس 2 اكس 1 x2 dot بتساوي x1 x2 dot of t بتساوي x1 of t زائد 0 x2 زائد 0 x3 ايش كمان عندي؟ x3 dot of t بتساوي 0 x1 of t زائد x2 of t زائد 0 x3 of t. أضل عندي المعادلة الأخيرة بدي أحاول أطلعها اللي هي الـ x1 dot مضبوط. هلا بدنا ناخذ المعادلة هاي هدول نضربهم ببعض فراح يصير عندي هلا u of t بيساوي هدول مضروبين ببعض هدول بيصيروا s3 أو u of s خلينا نحطها بالأول. راح ناخذ هاي المعادلة نضربها هون بيصير عندي u of s بتساوي s cubed مضروبة في x3 s زائد 4 s سكوير مضروبة في x3 of s زائد 5 s مضروبة في x3 of s وآخر إشي زائد 2 x3 of s. رح نعمل inverse Laplace transform بصير عندي u of t بتساوي x3 لما بشتقها ثلاث مرات شو بتعطيني؟ إذا اشتقيتها مرة بتعطيني؟ x2 إذا اشتقيتها كمان مرة بتعطيني x1 هي مرتين وإذا اشتقيتها ثلاث مرات بتعطيني x1 فعندي بس هون مضروبة فيه أو هي نفسها فبتعطيني هون x1 dot of t زائد إذا اشتقيتها مرتين بتعطيني x1 of t مضروبة في 4 إذا اشتقيتها مرة بتعطيني إيش تعطيني إذا اشتقيتها مرة واحدة x2 x2 مضروبة فيه 5 وإذا ما اشتقيتها ولا مرة شو بتعطيني؟ هاي المعادلة ايش شكلها؟ هاي في عندي في هون اكس دوت، وين لازم انقل الاكس دوت؟ بدي احاول اخليها على الجهة الثانية أو انقل كل الأشياء الثانية على الجهة الثانية وبدي أحط يو اوف تي على الجهة هاي، فهاي نفس المعادلة بتصير عندي اكس 1 دوت بتساوي عندي هون يو اوف تي، وهون راح يصير عندي لما بنقلهم على الجهة الثانية بصير ماينس 4 اكس 1 اوف تي ناقص 5 x2 of t ناقص 2 x3 of t plus 1 u of t. بتطلع المعادلة هاي المعادلة هاي والمعادلة هاي ايش بقدر اطلع منهم؟ هاي كانها 0 u of t وهاي 0 u of t مضبوط وهون عندي 1 u of t فبصير عندي بقدر الان اطلع a و b مضبوط. a شو بتساوي؟ هاي عندي اول سطر راح يكون فيها واللي بتحب اكتب هدول تحتها اكتبهم تحتها حتى نتاكد هاي المعادله بننزل هاي بتصير عندي هلا x2 of t dot بتساوي 1 في x1 of t زائد 0 في x2 of t زائد 0 في
في x3 of t زائد 0 في u of t ونكتب هاي المعادلة x3 dot of t بتساوي 0 x1 of t زائد x2 of t زائد 0 x3 of t زائد 0 u of t. ايش صارت عندي a اذا الان؟ ناقص 4 ناقص 5 ناقص 2 مضبوط؟ والسطر الثاني راح يكون 1 0 0 والسطر الاخير 0 1 0 b واضح انه b ايش بتساوي؟ 1 0 1 0 0 اوكي ماشي؟ هذا الجزء لحد الان واضح؟